استاذ جمال، هبدا بيك. اتفضل. يعني خلال الفتره السابقه وبعد تعرض النادي الاهلي لهزيمته في مباراه طلائع الجيش في السوبر المحلي، اشاعات كثيره جدا وامور كثيره جدا، ولكن اعتقد ولكن وبنسبه افضل شويه مباراه امبارح، الاهلي كان افضل في مباراه امبارح، وبالتالي الباب اتقفل شويه على كميه الاشاعات اللي كانت بتحصل قبل هذه المباراه. بالظبط. هو اول حاجه طبعا اهم مكسب من مكاسب الفوز على انبي امبارح هو ان الاوضاع، يعني الإشاعات هتقل الفترة دي وتستقر الأمور بحيث أنه يبقى فيه أي محاولات لترتيب البيت مرة أخرى بعد الجدل الكتير اللي أحاط بالفريق يعني. والحقيقة برضه أنا نفسي أتكلم في عجالة على القرار اللي هو الخاص بالخصم. اتفضل. يعني عشان برضه يبقى كلام واضح. اتفضل. في حاجة اسمها ثواب وعقاب في كل حاجة. عارف بس ماشي اتفضل. في حاجة اسمها ثواب وعقاب. تمام. الثواب لما انت بتكسب بطولة، لما انت بتحقق التارجت اللي محطوط لك بيبقى فيه مكافآت والدنيا ماشية. تمام. لو حصل الكابتن محمود الخطيب كان حريص بعد التأكد من ضياع الدوري على انه هو يلتقي باللعيبة في الملعب في مشهد الكل اشاد بيه طبعا، اللي هو انه رغم ان انت ان ولادي خسرانين انما نزل لهم الملعب واتكلم معاهم وحديث يعني متجهز كويس قوي واذيع على الجميع، فكل الناس عرفت انه مجلس اداره الاهلي بيقدر المجهود اللي اتبذل تلاها موضوع الحفله. لسه كنت هقول لحضرتك ان تقدير المجهود جه من خلال الحفله. بالزبط. ده الكلام اللي انا قلته امبارح الحقيقه. او في يوم الاربعاء اعتقد، ان احنا خسرنا الدوري ولكن بنكافئ الناس وبنكرمهم لانهم يستحقوا المكافاه والتكريم خلال فتره طويله، وحضراتكم اتكلمتوا في ده قبل كده ان هم الاجهاد اللي كان بيحصل والسفر والكذا وكذا. هو تقدير وكذا. تقدير للموقف. الظروف اللي كان محاط بها الفريق. مظبوط. لما يجي بقى يحصل تكرار لما يمكن ان يسمى بعض التقصير، او حتى لو قلنا انه سوء حظ ان فريق النادي الاهلي، هو تقصير، خلينا نتكلم بوضوح. كان مهاجم ومسيطر وكل حاجه، بس الخلاصه بتاعه الموضوع ايه؟ انه طلائع الجيش اللي هو برضو احنا بنحييه جدا لانهم قدموا مباراه في حدود الظروف والامكانيات اللي هم بيمتلكوها، قدروا ان هم يستدرجوا فريقنا الى ان هو يصل الى ركلات الترجيح. وما ارادوا هم. وما ارادوا. وعلى فكره ما انت كسبان طلائع الجيش قبل كده في الكاس، نهائي كاس ضربات الترجيح. بضربات الترجيح. مظبوط. فالفريق يعني فريق طلائع الجيش ما هواش غريب. ولكن يا استاذ جمال بس عشان يبقى هناك وضوح، وبرضه اخش اتكلم مع استاذ محمود، ان التقصير كان واضح طبعا، حتى اللعيبه نفسهم يعني، ودي جات لي معلومات من معلومات ان اللاعبين نفسهم حاسين بالتقصير في هذه المباراه. بالزبط. وبالتالي نعم مهم قوي يحسوا طبعا، كانوا دي كانت بدايه دايما الاصلاح. العقوبه بقى كان معلش مش ضد حد معين، انما هو دور لازم نؤمن بحاجه ان الاداره شغلها كده يعني شغله الاداره في اي مكان لما يبقى في تقصير لا لازم يبقى في وقفه بشكل او باخر يعني. أيوه. هفتكر بس موقف سريع جدا. اتفضل. يمكن انا اتكلمت فيه مع الاستاذ عصام قبل كده، اللي هو لما النادي الاهلي خسر كاس السوبر في جنوب افريقيا، وكان ايامها محمد يوسف، كابتن محمد يوسف لاعب في الفريق واطرد لانه يعني في خشونة. على فكره ده طرد. لا انت عارف ايه اللي حصل؟ كابتن طارق سليم اصلا شطب. لا الكابتن طبعا، بس الكابتن طارق سليم في وقتها وقع عليه عقوبه 3000 جنيه، انا افتكرت مش 10، 3000 جنيه، بس كان الجنيه بيقولوا عليها في الرخص جنيه جبس يعني. 3000 جنيه كانت عقوبه شديده جدا. ليه؟ لانه في امور معينه لابد ان تتدخل كإداري وكمسؤول. طيب. ليه عمل نوبة صحيان يعني استاذ محمود؟